السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نديرو درس تاني في المراجعة ديال الدروس إن شاء الله بإذن الله. البنات غادي نمشي في هذه المراجعة ديال الدروس، غادي نمشي بالزواقات اللي هما عاديين، يعني الطرز العادي. غادي نبدأ دقة دقة، يعني قلت اللهم نمشي بهاد السلسلة هادي من الطرز العادي حتى للتطوير ديال المرمى، وكل مرة غادي نحط ثلاثة ديال الزواقات إن شاء الله. بغيتكم تتبعوا معايا عندي في هاد الدرس الثاني الخنيجرات إن شاء الله. أنا أوريكم الطريقة باش تخدموا الخنيجرات. الوريقات، يعني كاين عندي جوج شكيلات او ثلاثة ديال الشكيلات ديال الوريقات ان شاء الله باذن الله. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه. بسم الله نبداو على بركه الله، الله يوفق الجميع. بالنسبه للبنات، اول حاجه مني تبغوا تخدموا الخنيجرات، حيت كاينين الخنيجرات هما كيجوك بهذا الشكل في شي رشمه، يعني كيجوك عاديا. كاين ثاني اللي كنقوسوهم، يعني كنقوسوهم كنعطوهم فورمه بحال هذا الشكل هذا، يعني كيف ما مطرسياهم انايا كيجو بحال هاد الشكل هذا، يعني كيجو مفورميين. هذه هي الفورمه ديالهم، ملي كنقولو مفورميين مفورميين وجايين مقوسين من التحت، هنا تيكون رقيق. هاد البلاصه كاملها كتجي رقيقه، هذه بزاف كتجي رقيقه، هنا كيكون مميان. وحنا ملي كنطلعو حنا كنعرضو ومني كنوصلو لهاد البلاصه هادي ضروري ما كدوزي عليها، يعني بحال الا ما كتحركي ما كتدوري المرمى ما والو، غير كتحركي يدك كتلقي تاني العراض، وكتجي ملي كتحسي براسك قربتي لهاد الراس هذا كترققي، سوا بديتي من السكون او بديتي من هنايا من النهايه، يعني عندنا بحال. يلا هالبنات بسم الله. اول حاجه غادي نخدمو هذا كيف ما قلتلكم البنات، غادي ندير راس رقيق، ردو غير الحركه ديال الابره والحركه ديال يديا، وشوفوا القياس البلاصه فين كنرقق والبلاصه فين كنعرض. بسم الله. شفتي البنات، دابا انا شاده واحد العرض، هاد العرض شاده. البنات الا لاحظتوا هذا العرض هذا اللي درت هنايا كندوز، يعني ما كننقصش داك العراض، ولكن ملي كنجي كنبغي ندير هذه الدوره هذه كندير نفس العراض، غير ملي كنحس براسي انني قربت نساليه كنرقق، يعني كننقص دقه دقه العراض. انتما البنات كنحاول نعطي الفورمه، يعني الفورمه نعطي القوس الحق ديالو. البنات هانتوما انا نخدم معكم بشويه، انا غادي هنا كيكون رقيق، هاد الراس كيكون رقيق. انا دابا كنعرض، شوفوا البنات كنخليه مزقي على رقبتي. اشنو كندير؟ يديا هي اللي كتحكم. شوفوا البنات ها كنخلي نفس العراض كنخلي نفس العراض، وكنمشي كندير ديك الفورمه، يعني ديك التقويصه كندور هكا، ماشي كندور هكا، كندور هكذا وانا هابطه هاد الطريقه هادي. نفس العراض البنات، شوفوا ملي كنحس براسي، شوفوا البنات هنايا ملي كنحس براسي قربت نسالي اشنو كندير، انا غادي وكنقص العراض. شفتوا البنات راه الطريقه ديالو ساهله. انا نعاود واحد اخر، حيت هاد الراس هذا ديال هادي درتو غليظ شي شويه. هانتوما البنات
انا شاده العرض بركبتي. بالنسبه للقوس انا دابا راه القوس اونفاس ليا انايا، يعني اونفاس ليا انا مقابل معايا انا كنتحكم فيه، يعني كيف ما الا خدمته من لهنايا من البدايه من التحت راه نفس الطريقه اللي كندير الا بديته من السكون. البنات كيفاش كيجي؟ هذا درتو بدون كلام. غادي نمشيو، غادي نمشيو البنات عفوا، غادي نمشيو هاد الورقه هادي نخدمو الورقه هنا كيكون رقيق، كنشدو هاد العرض هذا، ولكن ملي كنحسو بريوسنا قربنا نوصلو للوسط قربنا نوصلو للوسط كنعرضو شويه كنطلعو، ملي كنحسو تاني بريوسنا قربنا الراس ديال الورقه تنحاولو نرققو. بسم الله. البنات دائما ركزوا على العراض وعلى المرمى وعينيكم كتشوف في الزواقة، يعني عينيكم دائما في الزواقة. كنت بغيت نبدا من هنا ولكن من الاحسن نبدا من هنا باش تبان لكم الزواقة. شفتوا البنات كيفاش كتجي؟ نعاود وحده اخرى هنا رقيق كنعرض كنعرض انا طالعه وانا كنرقق كنرقق كنعرض. وكنرقق. شفتوا البنات الطريقه ديالها ساهله هاد الوريقه هادي. بالنسبه لهاد الوريقه هادي غادي نخدموها بالعراض، يعني بحال الشكل ديال الاس، هادي كتخدم بحال الشكل ديال الاس، وكنجيو ثاني كنديروا ليها اس من حداه ولكن كيكون اس مزدي مع اس. ردوا البال البنات. ملي تنبغي نخدم الاس الثاني كنطلع بالزيكزاك غير باش تجيكم الوريقه عامره وصافي. البنات كنخدموا اس على اس. شفتوا البنات هادي درت انا غير بالزيكزاك باش تبان لكم، دائما كنرققوا وتنعرضوا ولكن كنميلوا، يعني بحال الا غنخدموا الاس بحال الا غادي نخدموا الاس بحال هكا. شوفوا البنات كتجي زوينه. بالنسبه للبنات الا كنتو بغيتو تخدموا بحال هادي هاد العراض هذا، يعني بحال الشكل ديال التشنف ولكن هو في شكل اخر، يعني بحال الطريقه ديالو
كنديروا العريفه هي الاولى، دائما كنعتمدوا على الزويقه الوسطانيه باش تجينا طريزه فينيه. كندور المرمى، كندير الزيكزاك بحال هكا. دائما البنات اعتمدوا على الزيكزاك، راه كتجي الطريقه سهله وكتجي طريزه زوينه. شفتوا البنات كيفاش كتخدم؟ نعاود وحده اخرى. دائما البنات رققوا الراس، رققوا الراس ودائما تمعنوا في الزواقه هي الاولى باش تبان لكم الطريقه كيفاش غتخدموها. شفتوا معايا البنات كيفاش كتجي؟ بالنسبه للبنات هاد الوريقات هادو اللي كيتخدموا بالجنب، ها نتوما شوفوا الاتجاه. دابا هادي هاد الراس هذا وهاد الراس هذا، ها يدي اليمنيه، انا جالسه دابا فوق الماكينه، ها يدي، ها يدي اليمنيه، ها يدي اليسريه، ها الراس كاين هنايا والراس كاين في اليد اليسريه. اشنو كندير؟ شوفوا البنات، ها نتوما يديا، شوفوا الواجهه، شوفوا فين غادي نقدر نبدا. شوف البنات، شفتوا يديا كيفاش تحولت؟ يعني تحولت لهاد الجنب هذا، ماشي انفصليه. دابا ها هو الخط انفصليه، هذا مايل، هذا مايل للجنب. اشنو كندير؟ انا تاني ميلت شويه، كنميلو شويه باش نعرف كيفاش غادي نخدم. كنجي كندير كنخدم كنرقق وكنعرض وكنحس براسي تاني قربت نسالي كنرقق. شوفوا البنات، طبعا ما كتحركي المرمى شويه. شفتوا البنات كندور تاني المرمى، ها هي دابا وحده اليمين وحده اليسار. كنمشي تاني كنميل المرمى، يعني ما كتجيش، ما كتجيش اونفاس ليا. شفتوا البنات الراس ديال الورقه فين غادي؟ مايل. شنو كندير؟ كنجي تاني من هنا كندير راس رقيق، كنميل، كنميل شويه المرمى. شفتوا البنات؟ دائما البنات تبعوا غير الاتجاه. معايا البنات نفس الطريقه باش غادي نخدم هاد الوريقه هادي. دائما ها النقطه في كاينه، ها النقطه فين كاينه، وحده على اليد ديالي اليمنى وحده على اليسرى. اشنو كندير؟ كنجي ها هو الخط امامي، هذا هو الخط اللي الامام ديالي، هادي كاينه مجنبه. اشنو كندير؟ كنجي تاني كندير نفس الطريقه، كنرقق كنحس براسي قربت لهنايا، كنرقق عفوا كنرقق في هنايا، كنعرض كنحس براسي قربت ندخل لهاد الدخله هادي، كندخل وكنخرج في نفس الوقت. طبعا مع تحرك المرمى ماشي تدوار، تحرك. شفتوا البنات؟ نفس الطريقه اللي كنديروا، يعني ما كتكونش اونفاس لينا، يعني الخط ما كيكونش اونفاس لينا. هادي دابا راه مايله، ما جاياش هكا، مايله. شفتوا معايا البنات، هادي هي الطريقه الصحيحه باش كنخدموا هاد الوريقات. الاقواس، كنتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلتكم، وكنتمنى ان شاء الله تدعموا القناه ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك وديروا جيم باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله، وتزيد القناه القدام. وان شاء الله ان شاء الله باقي الخير القدام، وان شاء الله غنمشي معكم دقه دقه. كل حاجه غادي نعطيها حقها في الشرح
وتكون واضحة. يلا هالبنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.